بيك على موقع مصراوي. اهلا بيك. اهلا بيك. الف مبروك على كازين بديع. الله يبارك فيك. احنا النهارده لسه بنحضر للعرض, والعرض ان شاء الله هيبقى في شهر ديسمبر. اتكلمنا لما اتعرض عليك الدور, مين اللي عرضه عليك الاول, الاستاذ احمد الابياري ولا طارق الابياري؟ واستقبلت الحكايه ازاي, انت هترجع بالزمن لحد 1940؟ طبعا الاستاذ احمد الابياري ملك المسرح, وانا بدايتي في المسرح كانت معاه, واي عمل بيعرضه عليا انا على طول بوافق عليه من غير ما افكر, لان انا عندي ثقه فيه, وعندي ثقه, عندي ثقه في الورق اللي بيكتبه, عندي ثقه في العمل اللي بينتجه. طارق الابياري مخرج جميل وبيتطور, وعمل شغل في كازينو بديعة تشوفه 1940, كازينو بديعة بامكانيات 2023, يعني هتشوفه شغل جامد جدا جدا الفتره الجايه. بدايه حضرتك مع المسرح كانت معايا من خلال سكر هان. بالظبط, اول مسرحيه عملتها, و هي برضو من تراث والده يعني الفنان الراحل ابو سعد الابياري. بستمتع جدا بصراحه بالشغل معاه. حضرتك بتقول لنا ان احنا هنشوف 1940 فعلا على المسرح من خلال شغل اللي عامله المخرج طارق الابياري. بالظبط. الشخصيه اللي حضرتك بتقدمها انها معروفه, كانت عايشه ولا مش هقدر احرق حاجه عن المسرحيه طبعا, الاستاذ احمد يعني موصينا على الموضوع ده, بس هو عمل فني كبير استعراضي مليان اغاني واستعراضات. استاذ عاطف عوض عامل شغل حلو جدا جدا, هتنبسطوا بيها. بس احنا عارفين ان كازينو بديع احنا بنتكلم على راقصين وراقصات وممثلين مظبوط, كانت هي منبع الفن. دور حضرتك مونولوجيست نقدر نقول, هتشوف ان شاء الله في المسرحيه لو تيجي تحضر المسرحيه هتشوف. طب هتقدم اغاني فيه يعني؟ طبعا هقدم استعراضات واغاني ومونولوجات وحاجات كبيره قوي. ايه من الزمن ده او من كازينو بديعة كنت انت مسحور بيه او حابب تعرف عنه اكتر؟ فكره ان كازينو بديعة هو اللي كان جامع الفن كله في الوطن العربي, دي فكره كبيره جدا. اسماعيل ياسين كان عضو فرقتها, عبد الوهاب كان بيلحن لها, فريد الأطرش, كل الفنانين الكبار ابتدوا الفن من كازينو بديعة, فده بالنسبه لي شيء بديع قوي. بديعة ما شاء الله هتبقى موجوده في الفتره الحاليه كتير قوي, عندنا مسلسل فيه بديعة, وعندنا مسرحياتكم, وعندنا مسرحيه تانية للفنانه بشرى فيها بديعة. بتشوف, مش هتكلم عن ما اعرفش اي حاجه, لا مش هتكلم عن العمل, بس قصدي ان اي عمل الحاله نفسها, ان لما يبقى فيه شخصيه متكرره في اكتر من عمل في نفس التوقيت ده مفيد للجمهور, ده بيعمل, ما اعرفش والله فيه ولا ما فيش, مش هكلمك في التفاصيل يعني. طب حابب اسال حضرتك عن الفتره اللي جايه, في حاجه في رمضان ان شاء الله؟ حضره العمده مع الفنانه روبي, تاليف ابراهيم عيسى واخراج عادل اديب وانتاج رمون مقر. ابراهيم عيسى موضوع تقيل طبعا, بس احنا بنتكلم برضو ان في الاختيارات بتقول لنا شويه انه تقيل مع شويه لايت. هتشوفوا مسلسل حلو قوي 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 يعني. زي ما شفنا كده في رمضان كان بيهتم هو استاذ ابراهيم عيسى بقضايا لها علاقه زي ما قلت تقيله, بس كان مهتم مثلا السنه اللي فاتت بقضايا لها علاقه بالمراه, السنه دي برده موجوده حضره العمده من الاسم كده, فبرده القضايا اللي مهتم بيها في المسلسل ليها علاقه مزبوط. بالمراه وتمكينها طبعا. دور حضرتك طيب ان شاء الله؟ لا مش هحرق لكم الدور, بس عامل لكم مفاجاه جديده السنه دي يعني. في مفاجاه في المسلسل ولا في حاجه ثانيه؟ في دوري في المسلسل جديد عليا يعني, اول مره اعمله. تمام. طب في حاجه ثانيه, فيلم مثلا او خارج رمضان كده حلو على المنصه؟ المسرحيه والمسلسل اللي ربنا يقدرنا بس نعملهم. طب عايز اسال حضرتك على حاجه لها علاقه بالبرنامج, كان في مكالمه انتوا عملتوها مع بطل انتش وجري او اللي قدم انتش وجري, وهو قفل التليفون. انا بصي انا كنت محترم جدا, انا كنت محترم جدا وقلت له قول لي ايه الحاجات اللي عملتها صح وايه اللي عملتها غلط. بالظبط. فهو قال انا مبسوط ان انا اسعدت المصريين, فالمذيعه نانسي اللي معايا راحت قالت له انت شايف كذا كذا كذا, هو راح قافل الخط في وشها, فما عرفش يرد يعني هيقول ايه يعني. بس انا بحترم كل الناس يعني. شفت الحاله دي ازاي ان هو عمل؟ لا طبعا انا بالنسبه لي ده حاجه اسفاف وحاجه مش فن خالص, وغلط ان احنا ندعم حاجه زي كده حتى لو بالهزار. يعني انا عملت برضو مطرب النقاش اللي غنى وعنده حفله في ساقيه الصاوي اليومين دول, ودعمته وخليته غنى وقلت له انا نفسي احضر لك حفله وهستضيفه عندي في البرنامج, لان هو فعلا يستاهل. يستاهل ان احنا ندعمه. طب يعني شايف ان السبب في ان في النماذج دي بتطلع, احنا السبب السوشيال ميديا السبب يعني, او نبعد عنها ازاي, نتجاهلها ولا يكون الحل ايه؟ المفروض ان احنا نتجاهلها, المفروض ان احنا نتجاهلها وما نديش فرصه للناس دي انها تقدم لنا الاسفاف ده. انا بشكر حضرتك جدا وبالتوفيق.